غادي تشعل الضو اخرى البوم ديال اودي يا سي سيكو ها الى روتي اش سي با مو او ايوا المغرب الاسلامي نحن مع الجزيرة نصور على المشين فوتو رانا على الج جزيرة مباشر من يريد التفرج بارتاجيو الله يحفظكم ها
مباشرة أنا هون ديرك كيف يا أمه؟ مباشرة. ما هي طيب هل لحظة حضراتكم كلكم هتطلعوا على الهواء؟ الجميع؟ لا 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 احبس. طيب شوفوا لحظة ما عشان أبقى فاهم بس عشان أبقى فاهم السيستم بتاع الشيء. خلاص احنا لازم تكون عندك يونيدي واش راح نهضروا. نعم. مشيت قادر تطرح سؤال واحد لا علاقة له بهذا الموضوع. تمام. مفهوم؟ نعم. أنا أفضل. نعم. أفضل. يعني الأسئلة تكون حول تأطير الجالية في المسجد. نعم. تسيير المسجد نعم. ورئيس اللجنة تمام فيما يخص العادات والتقاليد الدائرة بالمجتمع إلى غير ذلك نعم. هذا كبير تمام ممتاز اوكي ربما يعني هكذا تكون افضل يعني اكيد طبعا اكيد طب بس اذا سمحتوا يعني عاوز اعرف مين هيكون موجود في الاجابه على الاسئله اللي كم شخص هيكون موجود حتى نحطهم في الوسط حتى يكون جنب عشان يكون بجنب المراسل فقط جنب بوخ قضية الأسئلة كاين ان شاء الله الجلسه تكون احلى ان شاء الله جزيره ديالها بس خليه موجودين في الكاد ما شاء الله.
المشاهدين الكرام كلهم باسمه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، كل عام وأنتم من الله أقرب فعلى طاعته أدوم. عندما نتحدث عن هذا الشهر المبارك في ديار الغربة، هو الشهر نفسه، ولكن عندما اختلفت البيئة تختلف معه يعني بعض الأمور. عندما يكون الإنسان يصوم بين أهله وفي وطنه وفي بلد إسلامي، ليس كالذي يصوم في أو يصوم في هذا البلد العلماني الذي له خصوصية خاصة يجب على المرء أن يحترمها ما دام يعيش معهم ويعيش بينهم. شهر رمضان يعني في ديار الغربة وفي فرنسا على سبيل الخصوص له نكهة خاصة يعني نلاحظها يعني على من خلال الإقبال الهائل للجالية المسلمة على المساجد وعلى دور العبادة، يعني المساجد خاصة في هذا الشهر المبارك يقبلون على يعني حضور يعني الدروس والمحاضرات بكل شغف، يقبلون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما نتحدث عن الجالية المسلمة هنا في ديار المهجر يعني من أصول مختلفة ومن ثقافات مختلفة، منهم المسلم العربي
الذي يعني نشأ في بيئة إسلامية، ومنهم المسلم يعني الأعجمي يعني من غير البيئة العربية، ومنهم المسلم الذي اعتنق الإسلام في هذه الديار ولكل ثقافته يعني ومميزاتها. أود أن أسألك في هذا الإطار، كيف يقع الملائمة بين كل هذه الثقافات في مكان واحد في مسجد واحد عندما يأتون مثلا إلى صلاة التراويح هنا أو يأتون إلى صلاة الجمعة أو حتى صلاة الخمس، أو بالنسبة للأطفال الذين يدرسون اللغة العربية أو يتعلمون القرآن، كيف يمكن الملائمة بين هذه الثقافات؟ مسلم من إفريقيا الآخر، من شمال إفريقيا، من الهند، من أوروبا نفسها، هل هناك يعني طرق للتعامل محاولة الجمع ودمج كل هذه الثقافات والإحاطة بها؟ أكيد هناك يعني هناك مجهودات كبيرة يجب أن تبذل حتى يتمكن الإنسان من يعني من التأطير حتى يكون الإنسان في المستوى المطلوب ليؤطر هذه الجالية، لأن الإنسان الذي نشأ في بيئة إسلامية كما سبق وأن ذكرت يعني الإنسان عنده خلفية إسلامية وعنده تنشئة إسلامية، أي أبواه مسلمين إلى غير ذلك. أما الإنسان الذي اعتنق الإسلام، ربما والده لا يزالان على الديانة اليهودية أو الديانة النصرانية على غير ديانة الإسلام، هذا الإنسان له يعني علاقة معاملة خاصة. وهنا في المسجد يعني فقط يعني حضرنا في العام والعامين السابقين يعني ثلاث حالات إنسان يحتفل، تصور بعيد ميلاده 18 يعتنق الإسلام يوم عيد ميلاده هنا في هذا المسجد، يعتنق الإسلام ويحسن إسلامه. هؤلاء يعني يتطلب منا أن نعاملهم معاملة خاصة، يعني من يؤطرهم، من يوجههم حتى لا يقعوا خاصة في 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 في, في مستنقع التطرف، لأنه أكبر شبح يهدد وأكبر شبح يعني يشوه صورة الإسلام هو التطرف، والإسلام هو دين السماحة ودين الندى ودين التعايش إلى غير ذلك من الأمور. لذلك يعني حتى نتمكن من تقطير هذه الجالية يعني هناك مجهودات تبذل، سواء يعني عن طريق اللجنة الدينية وهي مشكورة جدا، يعني عندنا حوالي 150 طفل يعني يدرسون اللغة العربية ومبادئ اللغة العربية ومبادئ اللغة يعني الدين الإسلامي إلى غير ذلك، يعني يشرف عليهم يعني نساء يعني من ذوي الكفاءة. أما بالنسبة للشباب عندنا فوج خاص بالقرآن الكريم، هذا الفوج من كل الجنسيات، وإن تعجب فعجب لإنسان لا يتقن يعني الحديث باللغة العربية ولكنه يعني عندما يرتل القرآن يقرأه قراءة ندية ما شاء الله، يعني ممكن حتى أفضل من إنسان يدخل اللغة العربية. نعم هذا جميل، أنا سأرد إليك ولكن أود أن نتعرف أكثر على الشاشة الجزئية تحقون في نتيجة الأساس القائمة على هذا المسجد. أود أن أسأل عن بخصوص ما هي ممكن أهم الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها الجمعية في هذا المنطقة أو هذا المكان، وخاصة في شهر رمضان الأنشطة التي تقدمها الجمعية المنشطة على هذا المسجد. Souhaiter un très beau ramadan à tous les musulmans du monde. Alors je voudrais simplement parler de notre association qui est l'association Salem socioculturelle de Bonneuil-sur-Marne qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc elle a été créée par nos anciens qui sont là présents et qui nous ont transmis le relais du Samjid, de cette mosquée qui est importante. Alors cette mosquée, quel est le but de cette mosquée? C'est d'apporter un message. Un message déjà de notre religion, un message d'amour, de tolérance et de vivre ensemble. Là, il est important de vivre ensemble. ويؤكد أن هذه الجمعية وهذا النشاط الذي تقوم به هو امتداد ربما لأعمال مجموعة من الأشخاص منذ سنوات أكثر حوالي 20 سنة يشرفون على هذا النشاط، ويحاولون أن يقدموا رسالة للتسامح وللتعايش ويعطون صورة جيدة ربما عن الإسلام والمسلمين في هذا البلد. نعم. très 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 fréquenté. Il fut un temps où il y avait très peu de fidèles qui venaient dans cette mosquée, puisque à l'époque, il y avait très peu de musulmans. Aujourd'hui, la jeunesse, toute la jeunesse de France, toute la jeunesse musulmane, inspire
inspire à venir dans les mosquées et à apprendre notre religion. Alors nous avons une mission, nous, l'association SAEM, c'est d'éduquer nos enfants par le biais de l'éducation religieuse, de leur apprendre l'arabe et de leur apprendre l'histoire de l'islam, de leur apprendre l'histoire de notre prophète et de notre Seigneur. Donc il est important pour nous que cette mission se propage partout, dans toute la France. بأن هذا أو هذه الأنشطة التي تقوم بجمعية أساس إلى تربية الناشئة على قيم القرآن والتربية على التاريخ الإسلامي، معرفة ربما خصائص وأبرز سمات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تقدم ربما رسائل عن الحب والتسامح، وخاصة أن هذا الجمع قد يأتي ربما أشخاص من فئات مختلفة، من ثقافات مختلفة، ربما من خلفيات حتى فكرية مختلفة، ولكن اهتمام كبير من قبل الشباب بحضور خلال السنوات القادمة، وهو الأمر الذي يجعل على عاتقهم المسؤولية أكبر من أجل التنشئة السليمة لهؤلاء الشباب الذين يأتون إلى هذا المسجد. Notre bâtiment est très étroit. Bien entendu, il ne peut pas accueillir autant de fidèles qu'on le souhaiterait, puisque aujourd'hui, notre association, en période scolaire, nous recevons 150 enfants. Et on pourrait en recevoir 200, 300, malheureusement, la place nous manque. Car nous avons des professeurs qui enseignent l'arabe, le Coran. Il est important pour nous que ces enfants, nos enfants, les enfants de France, puissent apprendre leur religion. Alors nous avons un projet. Un projet de construction d'une mosquée qui est important pour nous. Il est important de construire plus grand pour accueillir davantage de fidèles et qu'Allah nous aide dans cette mission et chacun puisse venir dans la sérénité et dans le confort. بأن هذا المسجد يشهد إقبال كبير ومتزايد، ليس فقط من الذين يأتون بشكل دائم ولكن حتى ربما من أشخاص آخرين، الأمر الذي يدفعهم نحو التوجه لتوسعة ربما هذا الفضاء الديني، وهناك مشروع طرح ربما لتوسعة المسجد حتى يسمح لهم القيام بأنشطة أخرى، سواء من خلال المتعلقة باستقبال الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم إلى ربما أنشطة خيرية أخرى. هناك حديث حتى يعني حدثني الأستاذ رشيد الشيخ رشيد قبل قليل بأن في هذا المسجد تقام جمعتين حتى يتمكن ربما كل المسلمين من أداء صلاة الجمعة. أنا سأعود إليك في الحديث هذا المسترسل، أود أن أسأل أيضا ربما جانب من الحضور معنا بخصوص أهم العادات والتقاليد التي تمارس من قبل المسلمين هنا في فرنسا خلال شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما كنا نلاحظون نحن في المسجد، يعني الشيء اللي هو نأكد عليه هو الشيء كيف السؤال كيف السؤال الناس سقاط الشباب بهذا الدين. نحن عندنا هنا كل ما شاء الله في هذا رمضان الأقبال مستمر بكثير بكثرة، ولهذا نحن يعني ندير المجهود نتاعنا باش نكونوا معاهم باش نجيبهم لهذا المسجد لهذا الدين. اسمح لي أود أن أسأل بخصوص أنشطة معينة مثلا خلال شهر رمضان، ليلة نصف رمضان، ليلة القدر، احتفالات ربما قبل العيد، أدعية خاصة في رمضان، لقاءات خاصة. نحن نحتفل بنصف رمضان نحتفل بليلة القدر. والدعاء وكل ليلة بخصوص في التراويح آخر الوتر، صلاة الوتر، دعاء الشيخ رشيد يقول بعد لا يومين دعاء لا يعرف تقبل منا إن شاء الله. والدنيا كلها إن شاء الله نحن هنا الدنيا كان قبيلة بهذا المسجد هذا إن شاء الله. ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يستعيننا. آمين. أود نعم إذا تفضل أستاذ. بالنسبة للأنشطة نظام مجاليات الشهر الكريم إن شاء الله عندنا درس يومي الأخ أستاذ الفاضل الشيخ يوسف، يعني درس قبل صلاة العشاء، عندنا صلاة التراويح
المتحدث سمح لي الدرس إذا أو أي جانب يعني تجاوز يعني الجوانب الفكرية والجوانب المتعلقة بالجميع يعني أمور متعلقة بالجميع من الدرجة الأولى إجابة عن تساؤلات أو يعني هناك بعض المواضيع التي تطرحها الساحة إلى غير ذلك إنسان يعني هو من أهل هو من الذين نشأوا في هذا البلد أو كتسمى إنسان يعرف ما يتطلبه منه المجتمع يعني إنسان يعني يركز على هذه المواضيع عندنا إن شاء الله مسابقة لطلبة القرآن الكريم يكرمون ليلة القدر إن شاء الله ليلة 27 من رمضان وعندنا حتى مسابقة فكرية إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني ستكون مسابقة فكرية بالمناسبة ليلة القدر دائما كذلك هناك مائدة إفطار جماعية يعني للمسلم ولغير المسلم هذه من تنظيم الجمعية الدينية بمناسبة ليلة القدر كذلك وهناك بعض الأنشطة الفرعية متعلقة أنا أود أن أسأل في هذه النقطة لا أود أن أفوت مثل هذه الكلمة دون أن أطرح الأسئلة التي اعتدنا عليها نحن نحاول ضمن سياسيين ومسؤولين وما شخصيات يعني مهمة في أي بلد هل الأنشطة تقتصر فقط على المسلمين ممن يخدمون على هذا المكان أم أنها تتجاوز ربما حتى إلى غير المسلمين بالنسبة للقائمين على المسجد؟ بارك الله فيك بالنسبة للأنشطة هي خاصة بالمسلمين والنشاط الذي يتعدى المسلم على المسلم هي تنظيم مائدة إفطار جماعية يعني تكون في العشر الأواخر من رمضان يعني كما نظمتها الجمعية الدينية بالتنسيق مع البلدية وتدعى إليها بعض الشخصيات إلى غير ذلك يعني من كل الديانات إن شاء الله تكون حاضرة يعني في جو من التسامح وجو من التعايش إلى غير ذلك نعم شكرا لك أستاذ سيدنا كما تابعتم معنا مشاهدينا الكرام هذه الجلسة عفوية مع هؤلاء يعني القائمين على هذا المسجد وعلى هذه الجمعية أنا أود أن نختم هذا اللقاء قبل أن نختم أعطي الكلمة لك إذا كان هناك شيء يعني تود أن تضيفه أو تقول. Il est important pour nous, je fais un appel sincère à tous les musulmans qui puissent aider l'association Al-Salam pour notre projet. Car il est important pour nous que cette construction puisse servir au-delà de cette présence, pour le futur, pour nos enfants. Il est important d'avoir et de laisser quelque chose sur cette terre. Quel est le plus beau cadeau que peut faire un être humain? C'est de construire sa propre mosquée. Celui qui trouve, qui arrive à trouver les moyens de trouver pour construire sa mosquée, il aura une place au paradis. Inch'Allah. شكرا لك ويقول يعني هناك ربما دعوة للمساعدة والقيام بما أمكن لتقديم المساعدة في توسيع هذا المكان وتهيئته على أحسن ما يكون لاستقبال ربما المصلين والقادمين إلى هذا المسجد أنا سأعود إليك أستاذ الشيخ رشيد حتى نختم معك ولكن أعطي كلمة إلى شيخنا الذي حدثنا عن أهم العادات التقليدية لعله ما لديه أن يضيف في هذا الموضوع عادات التقاليد خاصة بالمنطقة في شهر رمضان. عادات التقاليد هي كما تعرفون نراها يعني الدنيا متحافة صلاة التراويح صلاة الخمس الدنيا إلا نقطة سوداء ربما أقول عليها ولكن هي تعرف في عنا في حصلت على وقفت في السيارة باركين مرة السيارات يكون في بلاصة لا يلقوا بها وهذه متصلة بذلك وفي شاي وحلويات إن شاء الله اكتمال هذه الناس يعني تستقبلون بالناس كما استقبلتمونا نحن نحاول أن نأتي برمضان تفضل استاذ الشيخ يعني سؤال يعني بالنسبه للعادات والتقاليد يعني نحاول مجاهدين بان نعيش اجواء رمضان التي اعتدناها في البلد الام نحاول ان نعيشها مع الجاليه المسلمه في يعني في المهجر حتى واذا كان الانسان عندما يخرج يعني للعمل او لقضاء حاجته يعني في اليوم
يعني يلاحظ بعض الأمور التي ما اعتادها إلا من كان قد نشأ في هذا البلد. ولكن نحن نحاول جاهدين بأن الإنسان يعني يعيش أجواء رمضان التي اعتاد أن يعيشها في البلد يعيشها إن شاء الله، وذلك من خلال تنظيم بعض المبادرات، بعض الأجواء الرمضانية، يعني ديزاكتيفيتي سبيسيال، يعني بعض النشاطات الخاصة بهذا الشهر المبارك، حتى يعني الإنسان يعني يحس بأنه فعلا في شهر رمضان. ولأن الإنسان عندما يكون في المهجر صراحة يعني كاين كثير من الناس يعني ربما ينسى نفسه بأنه في رمضان، يعني الحالة زاهية، الحالة كل شيء مقطوع، يعني مفهوم. ولكن نحن يعني الهدف تاعنا هو نحاول يعني أن نجعل أن نجعل المسلم يعيش الأجواء الرمضانية التي كان يعيشها في بلده. نحييك يا أستاذ على هذا الاستقبال الرائع، على هذا الإحساس يعني بتعدد الثقافات المغربية الجزائرية التونسية المصري الخليجي، يعني كل شيء أثناء أفريقيا أيضا كما أشار أيضا من آسيا، هناك يعني حقيقة روح تحمي ربما الجانب الديني، الجانب الإسلامي لدى عموم القادمين هنا في هذا البلد لشؤون خاصة، لشؤون العمل، لشؤون السفر أو الهجرة أو شيء كما ذلك. ولكن حقيقة نحيي كل ربما الأخ يوسف عنده ما تمام الذي قام. شكرا لك أستاذ يوسف، كما تابعتم معنا مشاهدينا الكرام هذا اللقاء العفوي الذي أردنا أن يكون تلقائيا داخل هذا المسجد، حتى نحيي وإياكم أو ندعوكم أن تعايشوا ربما كيف يعيش الإنسان المسلم خارج بلداننا العربية الإسلامية أجواء رمضان، كما استمعتم إلى جميع المدخلات بخصوص هذه الأجواء، هذه العادات، هذه التقاليد، هذا الهدف إلى إعطاء صورة أفضل ربما عن الإسلام والمسلمين خاصة في المغرب، خاصة في أوروبا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى تغطيات مستمرة وأخرى من فرنسا. نسيت من بعد ممكن ما يفهمش بالعربية الفصحى.